في الحقيقة في إنجاز دولي كبير حققته جامعة المنصورة. جامعة المنصورة فازت بجائزة كونفوشيوس اليونسكو الدولية لمحو الأمية على المستوى العالمي، وده بعد ما حققت نتائج بلغت إن هي محت أمية حوالي 143 ألف مواطن من خلال عمل أكتر من 61 ألف فصل تعليمي في مختلف القرى المحيطة بها. الجائزة بتهتم بالبرامج اللي بتشجع على محو أمية الكبار، وخصوصا في المناطق الريفية والشباب خارج المدارس بجانب الفتيات والنساء. خلينا نعرف تفاصيل أكتر. معانا على التليفون الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة. دكتور شريف صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا، ألف مبروك الجائزة الأول. لو حضرتك تعرفنا طبيعة المسابقة، القطاعات اللي بتهتم بيها كمان، والجوانب المختلفة للمسابقة. هي طبعا دي مسابقة عالمية أعلنتها منظمة اليونسكو من ستة أشهر، وجامعة المنصورة تقدمت بمشروع بعنوان تحقيق الاستدامة وجودة الحياة في الريف المصري. هذا المشروع الحقيقة كان من منظمة اليونسكو اعترفت بأنه من أفضل المشاريع التي تقدمت بها الجامعة ممثلة عن دولة جمهورية مصر العربية. وكان فعلا احنا من عندنا 61 ألف فصل تعليمي في محافظة دهلية بيتم استخدامهم للعمليات التعليمية لتعليم الكبار. اللي عندنا خريجي كلية التربية والآداب والتربية الرياضية والتربية الطفولة المبكرة كان لديهم التزام على مدار الأربع سنوات أن كل طالب عليه أن يمحو أمية أربع مواطنين. الحقيقة تم الالتزام بذلك، وتم محو 143 ألف مواطن، ومن ثم ده يعتبر تأكيد للجمهورية الجديدة التي يدعو لها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي جمهورية بلا أمية. صحيح. الحقيقة عندنا 17 قرية ومركز في الدهلية تم التركيز عليهم، وتم حصر كل هذه الأمور بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار، وتقدمنا بهذا المشروع والحمد لله تم إعلان فوز جامعة المنصورة بالأمس بهذه الجائزة. صحيح. الحمد لله. طيب دكتور شريف، يعني بالتأكيد في سر في هذا الأمر إنك تفوز بهذه الجائزة. أكيد كان في تنظيم معين أو كان في ترتيب معين لجأت له علشان توصل لهذا الإنجاز سريعا ومبكرا. لو عايز تنصح الكيانات المشابهة من جامعات ومن مدارس ومن فصول محو أمية، تقول لهم كلمة السر فين؟ هو الحقيقة احنا عندنا كلمة السر والإخلاص في العمل، وهو الفريق العمل اللي بيشتغل، فريق إدارة الجامعة ممثلة في رئيس الجامعة والسادة النواب وعمداء الكليات تضافروا فيما بينهم للوصول لهذا النجاح بهدف الإخلاص لا بهدف الشهرة. ما في شك في قصة الإخلاص يا دكتور، ولكن يعني إزاي نظمتوها سريعا عشان توصلوا لهذه النتيجة؟ ده قصد سؤالي. ده تاريخ، ده تاريخ لجامعة المنصورة الحقيقة. ده برنامج بروتوكول عقد ما بيننا وبين هيئة التعليم الكبار من 2019، والجامعة التزمت بهذا البروتوكول، وكانت كل عام تطلع الأولى على مستوى الجامعات المصرية في محو أمية عدد من المواطنين. يعني كل ستة أشهر بيتم إعلان أي من الجامعات الفائزة بالمركز الأول. كان جامعة المنصورة دائما بتحصل على المركز الأول، ومن ثم حققنا نتائج يعني متراكمة، وتقدمنا بهذا المشروع نتيجة المجهود الذي بذل على مدار السنوات الماضية. طيب دكتور، يعني بعد بداية العمل على تدشين الفصول المختلفة، نقدر نقول إن مدة الدراسة بتكون كم ساعة تقريبا، ولا إحنا بناخدها بالبروجرام يعني أو بالمنهج؟ إحنا تم تدريب الطلاب على عملية التعليمية نفسها وإزاي يتم محو الأمية. عندنا 150 برنامج تدريبي تم تدريب الطلاب عليهم. طلاب الفرقة الرابعة يا دكتور؟ لا لا، من الفرقة الأولى. أول ما الطالب ما بيدخل بيتم أخذ تعهد عليه إنه عليه التزام خلال الأربع سنوات يمحو 104 مواطنين ويسلمهم لهيئة تعليم الكبار لامتحانهم ومحوهم شهادة، منحوهم شهادة تفيد بأنه تم محو أميتهم، وبالتالي الطالب يستطيع عند التخرج يحصل على شهادته. في طلبة أو اثنين أو ثلاثة ما ممحوش أميتهم ما ياخدوش شهادتهم إلا إذا محو الأمية المطلوبة. بنفس الأشخاص، يعني أشخاص قد يكونوا عديم الالتزام ومش راضين يلتزموا مع الطالب، يقدر هو يدور على غيرهم ولا هو ملتزم بهذا العدد؟ هو ملتزم بأربعة بس، بيتم التنسيق مع هيئة تعليم الكبار، بتوفر لنا الفصول من وزارة التربية والتعليم أو وزارة الشباب والرياضة،
احنا بيتم التنسيق سواء على مستوى الكرة او على مستوى المراكز. اللي احنا عندنا جامعة المنصورة فيها ما يقرب من 180 الف طالب على مستوى الكليات، انما ما يقرب من 40% منهم في الكليات النظرية التربوية. هؤلاء الطلاب لديهم إرادة ولديهم حب لهذا الوطن ان هم يشاركوا في نجاحه. فكل سنة يمكن في كل 6 أشهر 13 أو 14 ألف مواطن بيتم محو ما شاء الله ما شاء الله. فالحقيقة بيبقى عندي إحصائية دقيقة، أنا كرئيس جامعة بتابعها، نائب رئيس الجامعة عشان خدمة المجتمع وشؤون التعليم والطلاب والعمداء والوكلاء المعنيين بشؤون التعليم والطلاب، كل مننا لديه دور في نجاح هذه المنظومة. يعني ليس هو نجاح لشخص، إنما هو فريق عمل بيهدف إلى نتيجة مستهدفة. كان لدينا خطة منذ عامين أن نتقدم لهذه الجائزة ونحصل عليها على المستوى العالمي. طب هل كان في تخطيط أكتر للقرى الخاصة بمشروع حياة كريمة؟ التنسيق دائما بيتم مع حياة كريمة وبيتم مع هيئة التعليم الكبار، وأنا بشكر حضرتك يعني تذكرنا إن فعلا في شركاء لهذا النجاح. إن مؤسسة حياة كريمة مع هيئة التعليم الكبار وكانوا بيوفروا لنا كل اللوجستيات المطلوبة لتنفيذ هذه الخطة التي بدأت منذ 5 سنوات. أكيد. طيب دكتور، لما نيجي نقول إن الطلاب بالفعل محوا أمية أربع من الكبار، هل بقى في نوع من أنواع المتابعة مع هؤلاء الكبار من قبل الطلاب إنهم يبقوا يتأكدوا إنهم فعلا محوا أميتهم بشكل كامل، ما هياش شكل ظاهري، ما هياش مجرد حفظوهم شكل الامتحان مثلا عشان ياخدوا الشهادة وخلاص، إحنا بنتأكد إنهم بالفعل بقوا مؤهلين إنهم يبقوا موجودين وعندهم نوع من أنواع المعرفة، ولا هي فقط أمية القراءة والكتابة؟ هي الحقيقة أنا اللي طلبت بهذا الملف منذ عدة أشهر مع رئيس هيئة التعليم الكبار، إن لا يكتفى، لأن هم اللي بيجروا الامتحان، هم اللي بيعلنوا النتيجة، وهم اللي بيقيموا المواطن. عظيم. الجامعة ليس لها دخل بعملية الامتحانية أو النتائج أو ما شابه ذلك، ودي بيكون فيها نوع من الحيادية والشفافية. وأنا شخصيا طلبتهم إن يتم متابعة ما تم تعليم محو أميته في القراءة والكتابة، أن يتم متابعته ثقافيا واجتماعيا، وإن الجامعة لديها رغبة خلال 5 سنوات أن تكون الدقهلية بلا أمية، وأعلنا ذلك منذ عدة أشهر. وبنشتغل على هذا الملف مع الوزارات المعنية في محافظة الدقهلية، إزاي أنا أصل لهذا المستوى إن تكون الدقهلية بلا أمية، وكذلك محو، يعني إن أنا أمحو أي حد لديه رغبة في التعلم، ليس فقط محو القراءة إنما أيضا الثقافة، التعرف على كل ما هو أفضل من الناحية الاجتماعية والثقافية. يمكن دي واحد من مميزات العمل بشكل مؤسسي دكتور شريف، إن الجامعة كلها حضراتكم بالنواب بوكلاء الكليات والعمداء بتبقوا عاملين سيستم يعني أو طريقة بشكل كده مؤسسي إنكم تعملوا خطة وبيتم تنفيذها أيا كان الموجود في الأماكن، فأعتقد هو ده اللي بيجيب نتائج سريعة. كل الشكر ليك الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة.